صباح الخيرات. أهلا وسهلا. صباح النور عليكم جميعا ورحب بكم. حياك الله. هذا الاستضافة الطيبة. خلينا نتكلم بشكل موسع عن جمعية الأمن السبراني للأطفال سايبر كيدز. نعم. طبعا الجمعية بدايتها كانت عبارة من خلال منصة تويتر، نهدف من خلالها توعية الأطفال ضد مخاطر الفضاء السبراني باستعراض أبرز المخاطر التي يتعرض لها من التنمر الإلكتروني، التحرش الإلكتروني أو المطاردة الإلكترونية، جميع مصطلحات وجدت على الفضاء السبراني، وكذلك اللي هي أسس استخدام الإنترنت وتسليحهم بالمعرفة ورفع مستوى وعيهم ضد المخاطر التي قد يتعرض لها خلال اتصالهم بالإنترنت. في 2019 قررنا أنه نتحول إلى جمعية نظرا للحاجة الملحة وبعض الأمور التي لمسناها من خلال التغريدات السابقة، بأن هناك جانب لم يغطى إلى الآن في رفع مستوى الأطفال وذويهم، فقررنا إلى التحول إلى جمعية رسمية لكي نتوسع في الأنشطة والبرامج. ولله الحمد قبل اعتماد الجمعية في عام 2019 أنشأنا أو أقمنا حوالي 20 برنامج استفاد منه أكثر من 600 مستفيد. كانت الدورات متنوعة للأطفال بنين وبنات وكذلك لذويهم. وبعد الاعتماد وحتى اليوم أقمنا ولله الحمد حوالي 13 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها حتى الآن أكثر من 700 ابن وابنة وكذلك أولياء الأمور. يوم أمس أطلقنا هاكاثون سايبر كيدز للأطفال بهدف خلق روح المشاركة وتشجيع الأطفال على تبني أفكار على الأفكار الإبداعية والتصميم والمحتوى بهدف إثراء المحتوى من خلال تفكيرهم ورؤيتهم هم الأطفال. ولا زلنا مستمرين كوننا جمعية في سنة التأسيس، نطمح إلى التوسع أكثر بإذن الله في برامجنا. طيب لو تكلمنا عن حجم المخاطر السبرانية اللي يواجهونها الأطفال اليوم والحاجة الكبيرة لمثل هذه المعلومات التثقيفية، أيضا الدورات اللي توجد هذا الوعي بالنسبة للأطفال، إيش أبرز العناصر الخطيرة في هذه الجرائم السبرانية يعني اللي تحتاج إلى مواجهة دائمة؟ جميل. طبعا الجرائم الرقمية منتشرة وكل ما له بازدياد، والأطفال هم جزء من هذا النسيج الذي يستخدم الواقع الافتراضي اللي هو العالم الرقمي. فوعي الطفل هو جدار الحماية الأول لعقله في عالمه الرقمي وإدراكه للمخاطر. طبعا وتمييزه للجيد من السيء في هذا العالم سيجعله قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة. لذلك احنا نستهدف إقامة دورات تدريبية مكثفة معتمدة على محاور أساسية وضعناها لننطلق منها. فنستهدف بعض مثلا الرقابة الأسرية، تفعيل الرقابة الأسرية ومشاركة الوالدين عالم أطفالهم ليعرفوا ما يدور في العالم الرقمي ويشاركوهم مشاكلهم والمساعدة على حلها، وكذلك مخاطر التنمر الإلكتروني والمطاردة والتحرش الإلكتروني واستخدام التطبيقات الإلكترونية. وعي الطفل لوحده لا يكفي، لذلك توعية ذويهم وكذلك وجود قانون يحمي الطفل خلال اتصاله في الفضاء السبراني. جميل. وهذا ما استشعره سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان عند إعلانه بتبني مبادرتين، أحدهما مبادرة الأمن السبراني حماية الطفل في الفضاء السبراني، واللي ساهمت بصراحة في خلق حراك عظيم جدا وجذب انتباه الأسر والمجتمع حول ذلك، وبدأوا يسعون إلى البحث عن
طرق الحماية والوقاية لأطفالهم. جميل. بالنسبة لدورات التدريبية المقدمة لفئات المجتمع واللي هي بتتمحور حول التوعية والتثقيف، كيف ممكن نخلي الطفل يتعامل مع هذه المشاكل اللي ممكن يواجهها، كيف الشخص ممكن يقدم في هذه الدورة التدريبية أو يسجل فيها؟ جميل. احنا نطرح كل بعد فترة دورات تدريبية متنوعة لفئات عمرية. فاستهدافنا احنا للأطفال من رياض الأطفال إلى سن 18 اللي هم الناشئين، ولا نسميهم أطفال بل هم الناشئين. الهدف توعوي بحت اللي نقدمه، ولا نسعى مثلا إلى تطوير مهارات تقنية، بعكس أنه احنا نقدم جانب توعوي وتأهيلهم وتثقيفهم بهدف خلق جيل مثقف. سبراني الدورات تعلن عن طريق موقعنا الإلكتروني وكذلك حساباتنا عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة هناك تعاونات مع جهات أخرى نتعاون معها مثل مبادرة العطاء الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز لإقامة دورات تدريبية مختلفة، وكذلك بعض البرامج التي نقيمها مع شركائنا التقنيين. جيد، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الكل أيضا يعني يتفاعل معكم مع هذه البرامج. يعني وجود المتخصصين أمر في غاية الروعة، ولكن الانترنت أصبح أسلوب حياة اليوم أستاذ سلطان. أنا كيف أوعي صحيح. نفسي كيف أكون دائما حاضر في المشهد، خصوصا أنه مثل هذه الجرائم تكون في العالم المظلم في الانترنت اللي عادة كثير من الناس أو الغالبية طبعا يغفلون عنها. صحيح صحيح. طبعا هنا العامل التكاملي بين مؤسسات المجتمع كله، فدعم البرامج والأنشطة اللي تقدمها مثل هذه الجمعيات المتخصصة والتكامل معها يساعد في إنشاء حائط صد قوي على لوعي الأفراد وثقافاتهم. نعم. وهو سلاح أقوى للتصدي للسلبيات وممارسات العالم الرقمي الضارة. الدعم لا يقتصر على مجموعة نشرات وإرشادات، بل إيجاد برنامج توعوي شامل يتنوع في طرحه ويتجدد مع كل طارئ ويواكب التغييرات المتسارعة في هذا العالم الرقمي. لذلك نركز على أهمية أخرى، الأطفال إذا وعيناهم بدون وعي ذويهم تصبح الحلقة ناقصة، لذلك توعية الوالدين وإدراكهم لحجم المخاطر في الفضاء السبراني ومشاركة أبنائهم وتحفيزهم كذلك على مشاركتهم مشاكلهم يساعد في تجنب أي خطر قبل وقوعه. صحيح. شكرا جزيلا لوجودك معنا سلطان الغامدي، مؤسس ورئيس جمعية الأمن السبراني للأطفال.